تيجي نسيب، تيجي نجيبها في النصيب. تيجي نسيب من الأغاني الناجحة اللي قدمتها الفنانة أنغام في ألبومها الجديد. الأغنية انتشرت بشكل كبير، بس كواليس الأغنية كانت مميزة ومختلفة، خصوصا اللي مؤلف الأغنية الفنان أكرم حسني. تعالوا نعرف الكواليس. نشر الفنان أكرم حسني مقطع فيديو من كواليس التحضيرات لأغنية تيجي نسيب على حسابه الرسمي على الإنستجرام، وعلق عليها وقال: يوم الثلاث 2 نوفمبر 2021 الساعة 4 الفجر، قام إيهاب عبد الواحد عشان يمشي بعد سهرة طويلة عندي في البيت. إيهاب ما سابش فيها الجيتار من إيده وهو بيغني وكلنا بنغني معاه. وقال كمان: بعد ما كله مشي جت لي فكرة أغنية تيجي نسيب، فكتبتها وخلصتها على الساعة 6 الصبح، وهموت وأكلم إيهاب عشان يجيلي ويسمعها ويلحنها، بس مكسوف أكلمه، الراجل لسه ماشي من عندي من ساعتين وأكيد ملحقش ينام. الساعة 7 الصبح بعد ما قدرت أمسك نفسي لمدة ساعة كاملة اتصلت بيه ورد عليا بصوت غرقان في النوم، وقال كمان: عدى 15 دقيقة تاني فرجعت اتصلت بإيهاب تاني ورد عليا بعصبية وقال لي: والله العظيم بفوق وهاجي. وفعلا وصل الساعة 9 الصبح. بدأ الفنان أكرم حسني في قراءة كلمات الأغنية وعجبت إيهاب عبد الواحد وقال: مين اللي كاتب الكلام ده؟ وفضل الملحن من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 12 الظهر ماسك الجيتار وبيجرب بعض الجمل اللحنية اللي بتتناسب مع الكلمات. وفعلا في 12 الظهر وعشر دقايق كان إيهاب عبد الواحد خلص التلحين وقام بتسجيل الأغنية. وقال الفنان أكرم حسني: من الساعة 9 للساعة 12 إيهاب ما بيعملش حاجة غير إنه هو ماسك الجيتار وعمال يجرب جمل لأغنية في دماغه وبيطلب قهوة سادة. الساعة 12 وعشر دقايق كان خلص اللحن وبيسجله، حتى بصوا للساعة اللي ورا عشان تتأكدوا، وما كانش يعرف اني لما قلتله وهو ماشي الفجر عايزين نكررها قريب ان هي هتبقى قريب قوي كده. وقال كمان الفنان أكرم حسني: الأغنية راحت للموزع الكبير صاحب اللمسات السحرية حسن الشافعي عشان يحط بصمته عليها وتطلع بالشكل اللي انتوا سمعتوه. أغنية تيجي نسيب انكتبت واتلحنت في 5 ساعات واستهلكت نص كيلو بن وسط محوج، بس عشان طالعة من القلب ولحنها ملحن عبقري بيحس بكل كلمة وبيترجمها للحن. كمان ربنا كرمنا بين اللي بيغنيها تبقى فنانة معجونة إحساس وفن وحلاوة، صوت وحضور طاغي ومكانة كبيرة في قلوب جمهورها في كل حتة في الوطن العربي. الفنانة أنغام.